في توقيت صعب، احنا بنلعب من غير الدوليين وعندنا اصابات، عندنا اصابات كتيره، ده غير ان احنا اصلا من بدايه الموسم ما دعمناش في فترتين قيد، ف في اجهاد بشكل عام في اللعيبه على مدار الموسم. فطبعا ظروف صعبه، وفرقه الداخليه فرقه محترمه وبتلعب وبتهاجم ومش خايفه، يعني ماتش صعب، واديك شايف ان هو خلص في الاخر كان فيه اشواط اضافيه، ف يعني في الاخر هارد لك للداخليه، والحمد لله ان احنا كسبنا، وان شاء الله الاداء يبتدي يتحسن الفترات اللي جايه لما اللعيبه كلها ترجع، ولما الاصابات اللي احنا بنعاني منها تبتدي اللعيبه تدخل معانا تاني، فان شاء الله اللي جايه هيبقى احسن. الفترة اللي فاتت كان في تجهيز لبعض الناشئين والدفع بيهم في ماتشات ودية، النهاردة بنشوف 4 أساسيين، وسيف جعفر عمل تفوق على نفسه النهاردة في أداء رائع، هل هنشوفهم بعد كده ممكن ياخدوا ثقة أكتر أو فرصة أكتر في المباريات القادمة؟ طبعا أنا حابب أشكر الجهاز الفني طبعا على الشغل اللي اتعمل مع الفرقة بشكل عام، وعلى الوعي اللي كان عندهم إن هم كانوا عارفين إن احنا ممكن نيجي في أي وقت من الأوقات ان احنا نلعب، يبقى عندنا غيابات بسبب الاجنده الدوليه او بسبب اصابات، واحنا كنا شغالين على الموضوع ده. يمكن احنا اسسنا فرقه اسمها فرقه الامل، وابتدينا ان احنا يعني نديهم نفس الشغل اللي هنحتاجه في الفريق الاول، وحتى نفس التوقيت التمرين، يعني احنا بنتمرن الساعه 4 هم بيتمرنوا الساعه 5، ونفس الجرعات ونفس كل حاجه ونفس الاهتمام. واتكلمنا مع اللعيبه ونفسيا فهمناهم ان انت في الاخر انت مش طالع علشان يعني انت ناشئ وبنتفرج عليك، انت ممكن في اي وقت تلاقي نفسك في الملعب، وده اللي حصل. فبشكر طبعا الجهاز الفني على الرؤيه، وبشكر طبعا كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد عبد المقصود، لان هم اللي بيكملوا بعد التمرين الفريق الكبير، وبيشتغلوا مع بتعليمات مستر فريرا، طبعا بيشتغلوا زي اكسترا تايم مع فريق الامل. وبشكر طبعا اللعيبه اللي شاركت ان هم قدروا ان هم يشيلوا زمايلهم في الفتره الصعبه اللي احنا فيها دي، وان شاء الله ما تبقاش ماتش وطفره، لا ان شاء الله ان هم يبنوا على اللي هم على الاداء ده وعلى المكسب ده وعلى الشخصيه اللي هم اكتسبوها. واللي ما خدش فرصه، في ناس برضو لسه ما خدتش فرصه، عندنا لعيبه كتيره مهمه في فرقه الامل لسه ما خدتش فرص، عندنا ديفندرات وعندنا فيرود وعندنا وينجات لكن هي ظروف الماتش ده اللي خلت ان انت تشوف يوسف اسامه نبيه وطارق وسيف ونيمار ويوسف اسامه وحسام عبد المجيد طبعا. ف يعني هي دي الظروف اتحطينا فيها، واحنا بنتعامل على الظروف اللي موجوده، يعني ما بنشتكيش، احنا هنلعب على كل البطولات، هنحارب على كل البطولات، حتى لو الظروف اللي احنا محطوطين فيها مش ظروف طبيعيه او مش مناخ طبيعي، لكن احنا واخدين عهد على نفسنا ان احنا نحارب على كل البطولات، واي مشكله تبقى موجوده ان احنا نتصدى ليها ونحلها ان شاء الله. اكيد بروفا النهارده المباراه القمه اللي لازم اسالك عليها، يعني ترتيباتكم ليها، استعدادات الفريق، الناس بتسال طارق حامد هيكون متواجد ولا لا، يعني طمنا على حاله الفريق بقى واستعداداته لمباراه القمه، يعني في ظل برضه بعض الاصابات ان شاء الله كله يبقى موجود ونلعب مباراه واحنا متصدرين الدوري، اكيد هتكون مباراه مهمه جدا، ويعني هيترتب عليها كتير جدا حسم الدوري او فرص الزمالك في الفوز بالدوري. لا انا مش معاك ان المباراه دي ترتب عليها، في الاخر مباراه بثلاث نقط، يعني في الاخر احنا لسه النادي الاهلي عنده مؤجلات من الدور الاول، ولسه يعتبر الدور الاول، الدور الثاني كله ما اتلعبش، واحنا نعتبر لعبنا ماتشين او ثلاثه في الدور الثاني. في الاخر كل مباراه لازم نتعامل مع الفرقه اللي بنلعبها باحترام وبتقدير، سواء احنا كسبنا، ما اقدرش اقول لك ان احنا خدنا الدوري، ما فيش حاجه اسمها كده، وانا ضد النغمه ان احنا لو كسبنا يبقى احنا خلاص خدنا الدوري، وفي نفس الوقت لا قدر الله في اي نتيجه سلبيه في الاخر لسه المشوار طويل، وانا شايف ان الدوري هيتحسم في الاخر خالص، ولازم نفضل مركزين وما نفقدش تركيزنا، وده بيبقى دايما عيب الزمالك، ان الزمالك دايما لما بيبقى كسبان او بيبقى يعني ماشي كويس دايما بتيجي المباراه دي تحديدا هي دي اللي بتبقى مفترق طرق. انا شايف ان لا لسه بدري جدا، بغض النظر عن مباراه الاهلي، احنا بنحترم النادي الاهلي وهنشتغل طبعا على ان احنا ناخد الثلاث نقط، خاصة ان هو الفريق اللي بينافس المنافس التقليدي بتاعنا. بيهمكش رحيل موسيماني يا امير، يعني انه رحل او كده؟ لا في الاخر النادي الاهلي نادي كبير في الاخر، يعني عنده نادي عنده شخصيه، فرقه عندها شخصيه، لعيبه عندها شخصيه، اكيد 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 مش هيتاثر
اكيد مش هيتاثر برحيله، واتحطوا في الظروف دي كتير قبل كده، ونادي الزمالك اتحط في الظروف دي كتير قبل كده، لكن في الاخر هو ماتش يعني ماتش كوره يعني. ده بالنسبه للمباراه الاهلي. حامد يعني بغض النظر، انا مش عايز اتكلم على حد بـ 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 بالتحديد، بغض النظر على الاصابات، في اصابات ابتدت ترجع تاني، وفي اصابات ممكن تبقى هتطول اكتر من كده، منها طارق على سبيل المثال، ممكن يبقى طارق مش هيبقى جاهز الفتره دي خالص. هو يعني هو اللي شايف ان هو مش جاهز، وهو طلب ان هو يسافر ويتاهل او يكشف ويعرف ايه المشكله اللي عنده، بس خلاص مجرد ان اللعيب بيقول لك ان هو مش جاهز او مش قادر يدي 100%، انت بتحترم ده، ما تقدرش ان انت تجبره ان هو يلعب. وفي الاخر نادي الزمالك عندنا لعيبه كتير، سواء اللعيبه اللي موجوده في الفرقه او سواء اللعيبه اللي احنا بنعدها ان هي تبقى موجوده وتشيل. ان شاء الله ان هم بالتدريب والجرعات اللي هم بياخدوها، ان شاء الله ان هم يقدروا يعوضوا غياب طارق ويعوضوا غياب امام ويعوضوا غياب فتوح. في الاخر هي لعبه جماعيه، ومفيش يعني مهما كان اي لعيب مهم، في الاخر اللعيب اللي عايز يلعب في نادي كبير لازم يبقى جاهز في اي وقت يطرب فيه. اخر حاجه كابتن امير، طبعا مش هتقول لي اسامي، بس طمن الجمهور اللي بيتفرج علينا دايما الصفقات. مش هنقول اسامي، مش هنتكلم، طمنهم. لا مش هنتكلم دلوقتي، خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده خالص. احنا زي ما بنقول عندنا، اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، ولا محتاجين نطمن ولا محتاجين حد يفكرنا، خلاص ده مرحله. انت عندنا ماتش كمان 4 5 ايام، فما ينفعش نتكلم في اي حاجه من الحاجات دي. فانا بطمن الجمهور ان اللي جاي احسن في كل الاحوال، ان شاء الله اللي جاي احسن في كل الاحوال، واحنا بنشتغل ان احنا نحل كل المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، بنشتغل ان احنا نحلها، فنيه اداريه ماديه تسويقيه، اي مشكله احنا بنشتغل إن